سؤال السلام عليكم ورحمة الله شيخنا هل من أسباب مقتل عثمان هو تحريف القرآن أخوكم السيد جابر الحسيني من النجف الأشرف حياك الله وبياك يا أهلا ومرحبا أحسنت على هالسؤال أحسنت على هالسؤال من اسباب مقتل عثمان تحريف القران. سأستدل من كتب المخالفين ومن كتب الشيعة. لماذا؟ لان عندنا ما صح في كتبنا يمكننا ان نستدل من كتب المخالفين. كما نفعل مع روايات عائشة. في صحيح البخاري في كتاب فضائل القران. عن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من أهل الشام قال فأفزع حذيفة اختلافهم اختلافهم في القراءة كل واحد يقرأ وحده فقال حذيفة لعثمان يا عثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى يعني شنو يا عثمان تعال اجمع القرآن طبعا هو كانت اكو صحف لذلك الآيات كل واحد عنده آيات ومصاحف فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد بن الحاص وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث فنسخوها بالمصاحف وقال عثمان للرهط القريشيين ثلاثه اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القراءه فاكتبوا بلسان قريش فانما نزل بلسانهم قال وارسل عثمان الى كل افق بمصحف مما نسخه وامر بما سواه من القران في كل صحيفه او مصحف ان يحرق يعني شنو لابد الأمة أن تجتمع على قرآن مصحف عثمان ابن حجر يروي رواية جميلة ما قاله العظيم الجليل محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه ولعنة الله على أبيه يروي في البداية والنهاية عفوا ابن عسا ابن عساكر روى الحافظ ابن عساكر قال عفوا رواها ابن الاثير في البدايه والنهايه عن الحافظ قال: ان عثمان لما عزم على اهل الدار في الانصراف ولم يبقى عنده سوى اهله. احرقوا الباب ودخلوا عليه وليس فيهم احد من الصحابه ولا ابنائهم. طبعا هذا كذب كان موجود من الصحابه موجودين. كان موجود مالك وغيره. قال لان يعني هذا الان من روايات المخالفين بس احنا نريد ناخذ الشاهد الا محمد بن ابي بكر قال فضربوه حتى غشي عليه من عثمان الان عثمان بالبيت يضربون به قال وصاح النسوة وخرجوا قال ودخل محمد بن أبي بكر وهو يظن أنه قد قتل يعني عثمان قال فلما أفاق قال على دين قال على أي دين أنت يا نعثل هذا من؟ محمد بن ابي بكر. يقول لعثمان يقول له انت على اي دين؟ عثمان منتهي من الضرب. فقال عثمان انا على دين الاسلام ولست بنعثل ولكني امير المؤمنين. فقال محمد بن ابي بكر غيرت كتاب الله. فقال عثمان كتاب الله بيني وبينكم. قال فتقدم إليه محمد وأخذه من لحيته إلى أن جره إلى الخارج وقتلوه طيب الآن شخص يقول أنت رويتنا روايتين من كتب المخالفين وأنت تستدل بكتب المخالفين حينما توافق الرواية منهجك إي نعم صحيح لكن هل هنالك أثر يدل على هذا الشيء أن عثمان فعل هكذا شيء نعم موجود اسمع روى العياشي في تفسيره عن محمد بن سالم عن أبي بصير قال: قال جعفر بن محمد: خرج عبد الله بن عمرو بن العاص من عند عثمان، فلقي أمير المؤمنين عليه السلام. عبد الله بن عمرو بن العاص خرج من عثمان بالشارع يمشي لاقاه من أمير المؤمنين. تفسير العياشي. قال: فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص، قال لامير المؤمنين: يا علي بتنا الليله في امر نرجو ان يثبت الله هذه الامه، يعني احنا الان الليله هذه اتفقنا على شيء اتفقنا على شيء ونريد الهدايه والتثبيت للامه. امير المؤمنين بعد عالم الغيب بامر الله. فقال امير المؤمنين: لن يخفى عليّ، لن يخفى عليّ ما بتم فيه، ما يخفي عليّ. عرفتم وغيرتم وبدّلتم الله, الله 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 عرفتم وغيرتم وبدّلتم يعني شنو قرآن؟ قرآن الكلام بالقرآن. هاي آه الان في زمن عثمان شوف ربطت لك اياها بكتب المخالفين الان من من مصدر شيعي في زمن عثمان صار هذا الاتفاق لازم يسوون مصحف مصحف واسمان امير المؤمنين قال اعرف شنو سويتوا حرفتم غيرتم بدلتم قال تسعمائة حرف حرفتم عفوا عفوا قال لن يخفى علي ما بدتم فيه حرفتم وغيرتم وبدلتم تسعمائة حرف طيب تسعمائة حرف شنو ثلاثمائة حرفتم ثلاثمية حرفتم وثلاثمائة غيرتم وثلاث عفوا وثلاثمائة حرفتم وثلاث مئة غيرتم وثلاث بدلتم أمير المؤمنين يستدل بهذه الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله اللي قبل قليل استدلنا بها أن القرآن هو بنفسه يقول هنالك آيات ستكتب هو القرآن يعترف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعرف على شنو اجتمعتم حرفتم، غيرتم، بدلتم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فنعم من أسباب مقتل عثمان هو حرقه لبقية المصاحف، حرقه لبقية المصاحف، زعلوا عليه بعض الصحابة ولذلك الأمة ثارت عليه. بالمناسبة الأمة ما تثير عليه بسهولة. لأنه متبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام متبع أبو بكر وعمر بالمناسبة لكن جمع للمصحف وتحريق البقية هي هاي سوت كارثة حتى من جو بايع أمير المؤمنين جاءه شخص وقال له ابسط يدك أبايعك قال على ماذا؟ قال على سيرة الشيخين شوف ما قال للثلاثة شيوخ لأن عثمان شوية اهتزت من عند الأمة الآن رجعت لترى الآن هاي بزمنة هم رجعوهم الى عثمان واعتبروه لا خليفه عادل وهاي والا لا للانصاف في ذلك الزمن لا الأم اهتزت وحطتها بالزباله حتى ما حد قبل يدفنه